بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. للعلماء مكانة مرموقة في الإسلام، فهم منارات الهدى ومصابيح الدجى الذين ينيرون للناس الطريق ليصلوا بهم إلى مدارج التوفيق. وقد حرصت المملكة المغربية على العناية والنهوض بالعلم والعلماء عبر تاريخها المجيد. وسيرا على نفس النهج، جاءت مبادرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ليلة 26 من رمضان عام 1436 للهجرة، الموافق 25 من شهر يونيو 2015، والتي تضم الآن أزيد من 400 عالم وعالمة من إفريقيا ينتمون لأربعة وثلاثين بلداً، إضافة إلى 20 من علماء وعالمة المغرب. بادرة شريفة وطموحة يتعين من خلالها على مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أن تسعى إلى إعادة إحياء الروابط الدينية والثقافية والروحية التي جمعت طوال القرون المملكة المغربية بالعديد من البلدان الإفريقية الشقيقة، داعية إلى تحقيق تعاون وتبادل للتجارب وتنسيق للجهود بين العلماء الأفارقة للتعريف بالدين الإسلامي الحنيف وبقيمه السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والتعايش، وجعلها في خدمة الأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا. وفي إطار تعزيز هذه الجهود وتفعيلها، تقترح مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة برنامجاً تواصلياً بين السادة العلماء والسيدات العالمات الأفارقة تحت عنوان برنامج مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. وضمن سلسلة حلقات هذا البرنامج نقدم إليكم نفحات رمضانية من فرع نيجيريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين الصادق الوعد الأمين، محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين السادة المجاهدين وتابعيهم من حاملي لواء الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة عبر القرون إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا ويشرفنا باسم أصحاب الفضيلة العلماء وصاحبات الفضيلة العالمات أعضاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة فرع جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وكذلك باسم عموم المسلمين في بلادنا نيجيريا وغيرها مما جاورنا من الأحباب، أن نجدد عبر هذا الفضاء رفع أصدق التهاني وأصدق التبريكات مشفوعة بأسمى عبارات الشكر والامتنان بمناسبة شهر رمضان الأبرك لهذا العام 1441 الموافق للعام 2020 إلى صاحب الجلالة مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين الملك محمد السادس أيده الله ونصره، ملك المملكة المغربية الشقيقة ورئيس المؤسسة، مع أطيب تمنياتنا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية، كما نجدد التهنئة أيضا للشعب المغربي الكريم ولأصحاب الفضيلة العلماء في المغرب الحبيب وفي إفريقيا والأمة الإسلامية قاطبة. تقبل الله فيه من الجميع الصيام والقيام وصالح الدعوات وصالح الأعمال، أمين. السيدات الفضلات،
والسادة الأفاضل، يصوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها شهر رمضان المبارك هذا العام تحت تأثيرات هذه الجائحة، فيروس كورونا أو COVID-19. أما نحن المسلمين أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد منحنا الله تعالى حصانة إيمانية تجعل المؤمن يتكيف مع كل الظروف والمستجدات على ظهر هذه الأرض، سواء كانت كوارث يطلق عليها تجوزا طبيعيا أو ابتلاءات بفعل الإنسان فتكون ابتلاءات ربانية. فنحن نؤمن إيمانا قاطعا بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق كونه للتدبير، وإنما خلقه للتعمير، ليس للتدمير ولكن للتعمير والتدبير. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأرسل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين لحفظ حدود الله، من بينها المحافظة على الضروريات الخمس المعروفة: الدين، النفس، العقل، النسب، المال، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة، وورد ذكر البيئة في القرآن الكريم عندما ورد حكم المحاربين بنشرهم الفساد في الأرض، وكل ذلك لإعمار هذا الكون والمحافظة عليه من الدمار والخراب. قال الله تعالى في حق خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإننا أيها الإخوة ندعو أنفسنا وجميع المسلمين إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى وتسليم الأمر له والندم فيما قورف من ذنوب في السابق، وفقا لقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويجب أن يصحب هذه التوبة التزام كامل بالأحكام الشرعية المفصلة الشاملة لجميع جوانب الحياة الخاصة والعامة، والتي يجب على المؤمن اتباعها في السراء والضراء، خاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها تحت تأثير هذه الجائحة. كما يجب أيضا طاعة أولي الأمر من الحكام وما تصدره السلطات التنفيذية في كل بلد من أوامر وتعليمات تهدف إلى درء المفاسد، وكذلك العمل بمقتضى الفتاوى التي يصدرها العلماء مما يتعلق بفقه النوازل في مثل هذه الظروف التي لا يخفى أثرها على كل الناس. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهنا لا يسعنا إلا أن نشيد بالدور الريادي والسباق والمتميز للمملكة المغربية الشقيقة في المبادرة منذ الأيام الأولى إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية على أعلى المستويات، وإدارة هذه الجائحة بما يضمن سلامة الشعب المغربي الشقيق وسلامة الشعوب الصديقة تحت الرعاية المولوية السامية لصاحب الجلالة للأزمات بجدارة واقتدار، قياما بأعباء المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه. فنسأل الله تعالى
له كل التوفيق وكامل التوفيق ودائم التوفيق. أما نحن في نيجيريا وهي أكبر دولة من حيث السكان في إفريقيا كعلماء وأعضاء في المؤسسة، قد أيدنا ما ذهب إليه المجلس العلمي الأعلى في المغرب وما اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعليق كافة الأنشطة الدينية للوزارة والمؤسسة داخل المغرب وخارجه، كما أيضا أصدرنا فتوى بجواز التعليق المؤقت لصلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد وكذلك صلاة التراويح عملا بالتدابير الاحترازية الوقائية مثل التباعد الاجتماعي مع مراعاة قواعد النظافة الأخرى، حرصا على سلامة المجتمع من انتشار هذا الوباء الفتاك الذي ثبت أن العدوى به تكون بسبب الاختلاط. ولقد توصل أصحاب الفضيلة العلماء في هيئة الإفتاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا بحضورنا ورئاستنا بعد طلب صاحب السمو السلطان الدكتور الحاج محمد سعد أبو بكر الثالث سلطان سكوتو حفظه الله ورعاه ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا عقد اجتماع طارئ لأعضاء هيئة الإفتاء للنظر في هذه النازلة والأحكام المتعلقة بالعبادات الجماعية تحت ظل تأثيرها، وقد وافق الاجتماع الذي انعقد بتاريخ يوم الخميس 16 إبريل سنة 2020 عبر تطبيق زوم على الإنترنت، وشارك فيه بعض العلماء من شمال وجنوب البلاد ووافق على جميع الفتاوى التي أصدرها علماء الأمة الإسلامية في هذا الخصوص في جميع بلدان المسلمين شرقا وغربا. هذا وبما أن المسلمين في نيجيريا قد تعودوا على إعمار هذا الشهر المبارك بمجالس تفسير القرآن الكريم ومجالس الوعظ والإرشاد وصلاة التراويح والتهجد بالإضافة إلى مواساة الفقراء والمساكين بإقامات إفطارات أو الموائد الرمضانية بالإفطار الجماعي، فإن هذا الوضع الاستثنائي قد تأثر في الشكل العام لهذه الأنشطة بسبب التزام التباعد الاجتماعي، ولكن الحمد لله لا زال المضمون قائما لم يتأثر بشيء، فالصلوات تقام في البيوت ومجالس التفسير والوعظ قائمة بدون تجمعات وتبث عبر أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن مظاهر التعاون والتواصل الاجتماعي أيضا قائمة مع مراعاة القواعد الصحية المقترحة تحت ظل هذا الظرف الاستثنائي والحمد لله. كما أن السادة والسيدات من العلماء والعالمات أعضاء المؤسسة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في جميع ولايات شمال وجنوب نيجيريا قد تكيفوا مع هذا الوضع الاستثنائي وزادوا على أنشطتهم المعهودة في هذا الشهر المبارك. أيها السادة الأفاضل، لقد ذكرنا في أول حديثنا أن من نعم الله تعالى علينا بسبب هذه الجائحة وجود أو قيام الوحدة أو تجدد الوحدة التي انتظمت العالم كله والتوافق بالإجماع على أمر شغل اهتمام البشرية جمعاء وهو المحافظة على النفس البشرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن قضية الوحدة الإسلامية التي ظللنا ندعو لها ويدعو لها أولو الأمر المخلصين في مشارق الأرض ومغاربها خاصة صاحب الجلالة
أمير المؤمنين الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وبصفة أخص عن طريق مبادراته المتعددة والمتنوعة في إفريقيا، والتي شملت كل مجالات الحياة بحكم الروابط والعلاقات الروحية والثقافية والفكرية والاقتصادية والجغرافية بين المغرب الحبيب وبلدان القارة الإفريقية منذ القدم. نقول إن هذه الوحدة أمر ممكن جدا من أجل المحافظة على الدين الذي يضمن المحافظة على بقية مقومات الحياة وضروراتها ومتعلقاتها، كذلك من أجل التعاون بين الأمم والشعوب الإفريقية لتحقيق الاستقرار والعمل من أجل التنمية الشاملة واستغلال الثروات البشرية والطبيعية الهائلة المتوفرة حتى ينعم الإنسان في إفريقيا بهذه الخيرات. فالمستقبل مبشر بالخير الكثير إن شاء الله، ولم يبق لنا إلا التشمير، إلا أن نشمر عن سواعد الجد للقيام بكل ما هو ممكن بالوسائل المشروعة والمتابعة لتحقيق هذه الغايات النبيلة. كما ترون، فقد قيض الله لنا قائدا حكيما ومرشدا بصيرا في شخص صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس أيده الله ونصره، وليس له هم غير إرادة الخير وفعل الخير لشعبه الأبي وللأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، بصفة خاصة إفريقيا. فيجب علينا كعلماء ألا نتهاون في استغلال هذه الفرصة للقيام بواجباتنا الدينية والوطنية والإنسانية. هنا لا بد لنا من وقفة. نحن نعيش في الألفية الثالثة، في زمن تقدم فيه العلم وتطورت فيه التكنولوجيا بشكل مدهش كما ترون، وكأنه خيال في بعض الأحيان. وقد تزامن مع هذا التطور وجود تحديات جديدة وكبيرة تواجه كثيرا من المجتمعات، خاصة في إفريقيا. هذه القارة الغنية بخيراتها وثرواتها البشرية والطبيعية، ومع هذا لا زال معظم شعوبها يعيشون تحت ظل أوضاع لا تتناسب مع القدرات التي تزخر بها القارة. ومن أخطر هذه التحديات هي التحديات الأمنية. التحديات الأمنية بأسبابها المتعددة وظروفها الزمانية والمكانية المختلفة، وكذلك التحديات الاقتصادية. ولا شك في أن هذه التحديات مجتمعة أو منفردة تنذر بتدمير القارة ومن فيها، ويجب على العلماء خاصة أعضاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أن يضاعفوا من جهودهم المباركة من أجل إبراز أدوارهم في الإبراز المخلصة والمهمة بصورة أكثر وضوحا وفاعلية في مجتمعاتهم، والاجتهاد في مساعدة أولي الأمر بتقديم النصح والمشورة الخالصة لوجه الله لهم في تقويم معوجة من الأمور حتى تسير الأوضاع في الاتجاهات الصحيحة، الأمر الذي سيضمن المحافظة على الدين والأنفس والأرواح والأموال والأعراض والعقول والمحافظة على البيئة. وبذلك يعم الأمن والسلام والاستقرار، وترفو القارة الإفريقية والعالم الإسلامي أجمع في حلل التقدم والرقي والازدهار إن شاء الله. ولتحقيق هذه الغايات السامية، فإننا نرجو أن نستذكر مع إخواننا أصحاب الفضيلة العلماء وصاحبات الفضيلة العالمات أعضاء المؤسسة حفظهم الله، ونلفت انتباه الجميع إلى ضرورة الاهتمام بتفعيل بعض الأمور التي اشتملت عليها الأهداف الفعلية لتأسيس المؤسسة، كما جاء في الظهير الشريف رقم 1-15-75 الصادف في 7 رمضان
سنة 1436 الموافق ل 24 يونيو 2015، وفيه القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا، سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد. ومن هنا فإننا نرجو أن نذكر بما يأتي. 1- علينا جميعا إدراك أن الآثار التي ستتركها هذه الجائحة على العالم بعد انقضائها، ونرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى، ستكون لها إسقاطات متفاوتة على المجتمعات بحسب كل بلد من البلدان. فيجب أن نستعد لمواجهة تلك التحديات بتمسكنا بثوابتنا الدينية، مع الاستعداد التام لزيادة التعاون فيما بيننا على البر والتقوى قدر المستطاع على ضوء الظروف المستجدة والتكيف معها. 2- إن الوسطية والاعتدال في التمسك بالدين الإسلامي الحنيف ونشر قيمه السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة، ذلك من اختلاف المفاهيم أيضا بالطريقة الأحسن، هي الطريقة الوحيدة التي ورثناها من أسلافنا الذين أدخلوا الإسلام في إفريقيا، وهي المنهج الذي ينبغي علينا أن نحافظ على السير عليه مع الصبر على الشدائد مهما كانت التحديات أو كثرت الإغراءات. وهذا هو منهج رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 3- نوجه نداء حارا إلى جميع أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء هذه المؤسسة العريقة، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو الطائفية، أن يحافظوا على استقلالية أنشطتهم الدينية بعيدا عن الاستقطابات السياسية والتي تضر ضررا بالغا بالدعوة الإسلامية، وتضر أيضا بمصداقيتهم كعلماء يعتبرون قدوة يتميزون بالاستقامة وقول الحق والثبات عليه، وتخالف أيضا الأسس القانونية والعلمية والمنهجية التي قامت عليها هذه المؤسسة كما هو مبين في الظهير الشريف. وبما أننا نعيش في عصر تداخلت فيه المصالح السياسية واختلطت فيه الأمور وكثر فيه تناقل الأخبار الكاذبة وانتشار الشائعات وبث المعلومات الخاطئة في جميع مجالات الحياة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي المتعددة، مما يقتضي التثبت والحذر الشديد، فإننا نحث أصحاب الفضيلة العلماء في كل بلد ومع كل الاحترام الكامل لحقوق كل بلد وجوب التفطن لمثل هذه الأمور، لأن الانزلاق العفوي بسبب هذه المعطيات والولوج إلى أمور معقدة دون الإحاطة بحيثياتها ومآلاتها قد يحدث أضرارا بليغة يصعب علاجها، ويمكن تجنب كل ذلك بقليل من الفطنة والانتباه والتشاور مع أهل الاختصاص، فالمؤمن كيس فطن. 5- كذلك نوجه نداء حارا إلى جميع الأعضاء إلى ضرورة أخذ زمام المبادرة في تكثيف التوعية بكل الوسائل المتاحة بخطورة التطرف وتفنيد الآراء والفتاوى الشاذة الذي يعتمد عليها المتطرفون لبعض الأسباب، ومنها الغبن الاجتماعي والتعاون مع جهات الاختصاص في كل بلد، حتى لا تصبح إفريقيا مسرحا لمزيد من الصراعات الدموية التي تقضي على الأخضر واليابس. 6- يجب على الأعضاء كل حسب بلده وحسب استطاعته مواصلة تشجيع الأفراد في المجتمعات
على تحمل المسؤولية الفردية بالاعتماد على النفس مع الصبر والتحمل وتشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعي مع الإكثار من التضرع إلى الله تعالى، خصيصا ليحفظ شبابنا من آفة المخدرات المهلكة ومن الوقوع أيضا في شباك المنظمات الهدامة التي تضرب قوة الأمة عن طريق استهداف الشباب. نحث السادة العلماء التفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات القيمة في مجالات التنمية والرؤى المستقبلية الواعدة للقارة الإفريقية، والتي أطلقها صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس أيده الله ونصره، أن يكون ذلك في أقصى الحدود التي تسمح بها الظروف والحيثيات في كل بلد ودون تعارض مع أهداف المؤسسة. وفي الختام نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبقي صاحب الجلالة مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين الملك محمد السادس أيده الله ونصره منعما ومتدثرا بحلل الصحة الكاملة والعافية التامة، وأن يحفظه وأسرته الكريمة بما حفظ به الذكر الحكيم، وينصره بما نصر به الأنبياء والرسل، وأن يكتب التوفيق والنجاح لجميع مبادراته وأعماله العظيمة الموجهة لفائدة الشعب المغربي الوفي وللمسلمين والأمم والشعوب الإفريقية، بل هي موجهة وموجهة للبشرية جمعاء. كما نسأله تعالى أن يقر عينه بولي عهده الميمون صاحب السمو الأمير مولاي الحسن حفظه الله، ويشد عضله بصنوه صاحب السمو الأمير مولاي الرشيد حفظه الله. كما نسأل الله تعالى دوام الحفظ والسلامة لسائر أفراد الأسرة العلوية المجيدة. كذلك نسأل الله تعالى أن ينزل شآبيب المغفرة والرحمة ويمطر سحائب القبول والرضوان على ضريح جده صاحب الجلال المغفور له الملك محمد الخامس، وعلى ضريح والده المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. كذلك نتوجه بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن جميع بلاد المسلمين وعن جميع العالم، وأن ينجي البشرية جمعاء من شره المستطير، وأن يحفظ أمتنا الإسلامية ويوحد صفها على جميع المستويات. كما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة المغربية الشقيقة ويبقيها قوية بوحدتها الترابية، وتزداد قوة وانتصارا على أعدائها والمتربصين بها، ويزداد شعبها الكريم المضياف تقدما ورقيا وازدهارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.